الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة شهاب الفضائية في برنامج شمس الفداء. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. بداية حلقتنا لهذا اليوم خلينا نتعرف على بعض ألقاب الإمام الحسين عليه السلام. للإمام الحسين عدة ألقاب، ومن ألقابه الزكي، الطيب، الطاهر، الحجة، المجتبى، الوزير، القائم، المعصوم الخامس، سيد شباب أهل الجنة. هسه يا أصدقائي تعالوا ويانا بجولة بين الحرمين، نلتقي بأصدقائنا الحلوين ونسألهم بعض الأسئلة. خليكم ويانا، عظم الله أجوركم، ونلتقي بصديقتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله تمام. شنو اسمك؟ فاطمة حسام. فاطمة من وين؟ من كربلاء. أهلا وسهلا فاطمة. أصغر من استشهد في معركة الطف؟ ناخذ منش نشيد أو سورة قرآنية. تمام. أعظم زيارة عندي منها التقي بالمهد ويدك، تلامس خد وأحكي لحالي، طبعي الهجورة ذي شي مسوي هجرة بي طار الجريح لطمي نص الليالي، روحي صارت عيون وتهل يومي دمعة، روحي دامت بليل انتظارك تقول شمعة، من أركض خيم محروقة خلقي ضيج، يمت الملتقى يومي نار تهيج، واركض من أشوفك ركضة طواريج، واركض من أشوفك ركضة طواريج. بطلة فاطمة، وروح صديقتنا فاطمة جائزة. ألف مبروك وشكرا جزيلا يا فاطمة. متواصلين وياكم ونلتقي بالبطل. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك؟ الحمد لله. شنو اسمك؟ أحمد محمد. أحمد من وين؟ تل أحفر. تل أحفر يعني؟ من كربلاء موصل. أهلا وسهلا أحمد. عندك مشاركة؟ أنا أريد منك مشاركة. نعم. شنو هي مشاركتك؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث يعني؟ تفضل. على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسين مني وأنا من حسين. أحب الله من أحب حسين. بطل صديقنا أحمد وربح ويانا. ألف مبروك يا أحمد وشكرا جزيلا. متواصلين وياكم مشاهدي قناة شهاب الفضائي. عظم الله أجوركم ونلتقي بالبطل. السلام عليكم. حوراء. عليكم السلام. شنو اسمك؟ حوراء. حوراء شلونك؟ زينة. حوراء من إيش وقت أنتوا هنا؟ جينا بثمانية، هسه صارلنا لحد هسه بالوحدة. هسه بالوحدة؟ زين، اجيتوا بثمانية، من وين انتم؟ احنا من الحلة. انتوا يا من اجيتوا؟ انا وامي وعمتي. وابوك واخوانك شنو؟ هذول اخواني، بس ابويا ما جاي ويانا بعد. ليش؟ ما يجي ابويا، ما يحب يطلع هواي. اها ان شاء الله يجي. اهلا وسهلا اول شيء. حوراء، ابن الامام الحسين عليه السلام، ابنه الاول واحد الاكبر، شنو اسمه؟ علي. علي الكبير. علي الأكبر. علي الأكبر. بطلة صديقتنا وربحت ويانا حوراء. ألف مبروك يا حوراء وشكرا جزيلا. متواصلين وياكم مشاهدي قناة شهاب الفضائي. متواصلين وياكم ونلتقي بالبطل. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ زين. شنو اسمك؟ حسين. حسين ياسر. هو المتوسط. بالتوفيق يا رب. حسين، عرفت كربلاء بأسماء عدة، أريد تنطيني اسم واحد بس غير كربلاء. طف. طب بطل صديقنا حسين، ألف مبروك يا حسين. هسه أريد منك مشاركة. أوصي الإمام علي ابن أبي طالب لابنه الحسن، يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحب لغيرك ما تحب لنفسك، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك. بطل حسين شكرا جزيلا. متواصلين وياكم برنامج شمس الفداء. حياكم الله ونلتقي بالبطل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ زين. شنو اسمك؟
سجاد. سجاد ياسر؟ خامس. التوفيق من وين يا سجاد؟ من الكربلة. أهلا وسهلا سجاد، أكمل قول الإمام الصادق عليه السلام. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. بطل صديقنا سجاد، هسه أريد منك مشاركة. يا حسين خليني على بابك، غير بابك ما أدق. يا حسين بس وياك أحساني نعروف معناني. يا دقات قلبي ينعروف معنى العشق. يا دقات قلبي ينعروف معنى العشق. أحسن سجاد وشكرا جزيلا، متواصلين وياكم ببرنامج شمس الفداء. حياكم الله ونلتقي بصديقنا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ زين. شنو اسمك؟ محمد. محمد من وين؟ من كربلاء المقدسة. أهلا وسهلا محمد. عدت اثنين من خدام الإمام الحسين يعني رواديد. مرتضى حروب باسب كربلاء. عيدهن؟ مرتضى حروب باسب كربلاء. أكيد حافظ من عندهم، أنت تسمعهم وتحبهم. مرتضى حروب. أنا دامي كلامي سلامي ودون حسين، ماكو ناصر كابر ناصر ريشات الثنين، حاوطوني ولوني طوني ايدي باليدين. انا دامي كلامي سلامي ودون حسين، ماكو ناصر كابر ناصر ريشات الثنين، حاوطوني ولوني خذوني ايدي باليدين. بطل صديقنا حسين، شكرا جزيلا والف مبروك. شكرا جزيلا يا حسين، متواصلين وياكم برنامج شمس الفداء. حياكم الله ونلتقي بالبطل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله تمام. شنو اسمك؟ فاطمه. فاطمه من وين؟ من العماره. اهلا وسهلا. ايش قد استغرق وقت من اجيتوا لهنا؟ والله تقريبا 4 ساعات هيك. تعبتي؟ يعني. نمتي لولا امام الحسين؟ اكيد نمتي. شوي نمت. زين زهراء. فاطمه من اصحاب الرسول صلى الله عليه واله وسلم، وهو اول من زار الامام الحسين عليه السلام يوم 40. اسمه جابر بن عبد الله الانصاري. بطلة صديقتنا زهراء وربحت ويانا جائزة. قبل الجائزة أريد منك نشيد أو مشاركة سورة قرآنية. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. بطلة شكرا جزيلا يا زهراء، تفضلي الجائزة. يا فاطمة عفوا شكرا، عظم الله أجوركم ونلتقي بالبطلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ تمام. شنو اسمك؟ زهراء. زهراء يا من وين عفوا؟ أني من كربلاء. أهلا وسهلا زهراء. أخوان الإمام العباس عليه السلام من أم البنين اللي استشهدوا وياه بمعركة الطف، أريد عددهم وأسماءهم. إيش قد عددهم أول شيء؟ 3. بطلة أسماءهم؟ عثمان أو معون أو عثمان وعبد الله أو جعفر. بطلة وروح صديقتنا زهراء، ألف مبروك يا زهراء. لكن أريد منك قصيدة سورة قرآنية نشيد. شنو أنت حافظة؟ حكمة. لا إذا فقدنا المال لم نفقد شيء، وإذا فقدنا الصحة لقد فقدنا بعض الشيء، وإذا فقدنا الأخلاق لقد فقدنا كل شيء. بطلة صديقتنا الأخلاق أهم شيء. شكرا جزيلا يا زهراء، متواصلين وياكم برنامج شمس الفداء. يا هلا بكم، ونلتقي بأصدقائنا وناخذ منهم أجوبة سريعة سؤالنا. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو اسمك؟ ميثم. ميثم والبطل هنا شنو اسمك؟ علاو. 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 ناخذ من هنا، أريد جواب سؤالنا. أبو الإمام الحسين عليه السلام. الإمام علي. بطل الإمام علي عليه السلام، تفضل وألف مبروك. هسا نجي العلاوي، أم الإمام الحسين عليه السلام. فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء. بطل فاطمة الزهراء عليه السلام، شكرا جزيلا.
وإلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج شمس الفداء، حتى نلتقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.